ينضب عنكم الخوف. شوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حالكم الليلة؟ ياك لباس، ياك الخير، ياك ما وجعش. شما سين رانا محيينكم من مشروع كمادة اللي كان لنا الشرف بزيارته الليلة، وراجين مولي نتم نزوروك الليلة، وراجين مولي نكم نتم نتم تجو بيدي إن شاء الله ندور نتموك الليلة، والله ندور بعض نتم ننظموا فيه إن شاء الله سهرات حلقات أدبية وفنية مولي إن شاء الله. أصل هرب ذا اللي ما نروم غيره لا نسمع فيه لوم، مهروب وما هم من اليوم لنوب عني هارب، شارب مذكور من بروم وانا منتش للشارب، ماذا دون اللي رايم دلالي من المسارب، مسارب لحد بوايم ومسارب بير القارب. واجعل اخلاقي لابعاد واد شاريم وزرزاد واد الرشيد وبر واد رجول واد مراجع صدره ومراجع كل عاد واد حيوان وناجع يا الراجع سابق ما نزاد تشباشي كانك راجع سيريني ممتي تقاد ما تعطي فيه مراجع وتكرر بشوي غير بعد الشافة شوي متواجع راجع لشوي ما فيه حد الا ترقى بماجع. الساحل منه جيت شاق دور طفل عطيت فاقدوني معطاه الا اني اكذكرات السلاين ولحقت مشرع ما هراق عن المطاين مباين خاطر نغرف من مازلاق عن نغرف من المطاين واعطاني بكرة باينة ملاها ما هو خاين بيضة من ظاهر باينة وعشرة من داخل باين. في نحكي طلعهم للأديب محمد نولي سلم وراني محييه من ذا المنبر. محمد يقول صرتك يا غلف البال حي ما نوزن لك ما هو الحي من البير اللي فات حي رشوابين الوزانة ما حدك حي ولا نحيدانة عنك لمعانة وصرتك يا عز اللي نشاف ما يفصلنا مولانا ما حدك حي وحي قاف من البير وحيان. يقول ولا ابنه محمد ابنه الحميدة يقول تارك لغنى للغيد كنت غير رجعت اللغنى نبي غنى في كلام من تخطاري ولا غنان غنت عيشت وما نقد نتعامى عنها ما تجد لا تلهي في منين عند قالت يا مس يا فنانة والله جانا في الليل حد والله قالت جونانا والله مولانا ذاك بعد يعطيها الا مولانا. الله 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 كارف لي نوبة عن الغيد عدتك راعي وكرفت ليد بيا نبغيك انتي بعيدك وحقي قلتولك ما هو مجحود ولا يفيد الجحدان لحقتولك وغناي عنك ما يحيد ما فيه الما طيتولك وبيرولك واللي جديد علي فبتيتولك والعهد معاك المشترك ما خنتولك صنتولك ولا هو المنو ينترك اميا تركتول.
احنا الليلة لا تقع سرينا الوقت، ما جبنا معانا حد يخبط لنا غير ان شاء الله ندور نخلصوها. ما تين عدوه ما معنا رقاج يعود حد من ذيك الفنانين ان شاء الله. تموك الليلة جايبين معنا. مذكور الناجي عاد هك للمولع بيه ناجي، وانا لا عندي ندرك وموسع فيه ناجي، بيا باطل اللي ما نشك فشي وسع الناجي. الناجي خويا ويشير اصغر مني والخو صغير عذر، معنى الله ما كبير على الناجي تجلاجي. الناجي خويا لا تدير شف اخلاقك ولا اجي. يا مريم من تباه طيت غناية لك واللي بغيت انتي بي انتي، ما تليت النادي عندي نادي، ولا ريتك راني سعيت وعلى غر النادي حاذي، ولا ما ريتك ذاك هون علي انا والنادي عدوان، ولا هو جايدون العدوان الثلاثي. ملي نحكينا جعب من لبوير لا ان شاء الله ونحكي لكم اقوى ليل من لبوير وننتقلوا من فم البتيت. جيت الخيام مع ارواح الشمس وتو مجينا ما نكشينا، ومعو الصباح مشينا ما نكشينا. يقول يحيى عبد الله مفتاح الخير قال لي يا مسعم فيه غلانة، وانا معروف اللي فيه غلانة فيها. اذلتها حات مصرحة بيها الاخلاق مواتي، وهذا حين مطرحة هكاتي عنها حات. اذلتها حات بلا عناد ها حبتي شي ماضي، وبالقاضي ها حو ها حزاد بين بتي والقاضي. ذي اللي مطاير سمها في البال ولا تتاقى، طفلة في ديني عمها دبي تتواد الناق. قالوا لي عنك معلمة للناس الفن في كل فن، وانا نبغيك معلمة ومع العسل ومعلمة. اصلو غد بعد الخير هم راجل جماه وبايت، ضحكت له من تداه عم غدا سعيد البايت. على المجيلك ما بعيد بلد يا باشا تجيلك، وكثرة المجيلك ما تزيد كون في كثرة المجيلك. ان شاء الله ندور نحكي طلع في التيت تحكي لنا شي. ما لاهي تمن واك شوط علي انا متباري، عن فم العقله وافطوط وانتي شط الخزباري. ومنين انتم ولاك جاد مانع لذا الحد الرقاد، لا يفرض من فم عاد علي واسوى شي نبعد الاسواق وزرزاد من الساحل تفرغ زين. قولي لي اللي كملك مولانا كملي انا منك من هان، وكملك مني مالك من هان. ولا بعد اني خسرت دارك صلاتي محجوبه مسلم مولانا، فتعت ماشي بسنين التوب. Thank you.
إذا أنت لم تشرب مرارا على القهوة رميت وأي الناس تصفو مشارب. لا لا حدك صر للدهر قطار الدمع على دار بطار حق ذاك على مثل عار يقدر يكسر حد تواسيه غير قطار الدمع على دار بطار بلا غرضي فيه الحق انا متفقد شي فم معيت راه وديه ويتم الدمع لا يمشي ما وقع عن المس يوم وادي الاول معدود في ايام الطرب المعبود قيلت مع نصرة الغيود مقيل على راسه معلوم واليوم الا انا مصفود من نصرة الغيود ومحروم من ملقاها وغرور تعود كفارة ذاك اليوم اليوم وعيذ اليمي بد عليه الدهر وحامد للقيوم اللي مدايم طربي فيه لعل حزم بيده المسيلة قاعي لا تميت تذكر ما خلقت لك حيلة المسيلة يا عقلي فاغنيت ما هي باطل لا المسيلة المسيلة من عند قويبين للسلطانية مو كرشين من عند الرق العظم الطين شوفتها في العين ثقيلة سور وملي والله الاثنين لا تمت فيهم حيلة يا غير مين تشوف العين قرضلة والله العزيلة وحكم بالكواتة ومخيزين والحريجات وعظمة تيلة هذوك ديار امي المنين يا الدلال وذيك طويلة وذاك الصهوة بلد منين عاد المسيلة المسيلة علمني مولانا يا حد احضر لغوية ولاد احمد والحق من تنصبوه في سد في زر الحصرة لقصاني فاخر المجاريح تسند حرطاني مصدوف ضاني يد انه يمشي بعد اشد زد فنزد في الحرطان يوقي هذا شمن اللي كان يزيد الطرب من لوطان هذا يرقب دار العزبان النوبة ذيك المعلومة ونخلك ريع راه وبان والجباية والتيدومة وهذه طنباصة في قفاها دار من الطرب مسقومة والخشومة لا إله إلا الله إلا يوقي فيك دويري يبغيك الناس انتي يوقي فيك حاجة اللي عني نجبر فيك من تحمد ما نتخايلها ونشايلها بينات يديك ونطو جنبه فشايلها وساتم واللي فيك عليك بالمارة قط عايلها وهذا من شي اللي هي البال والروح ام اللي هايلها عندك عنه يورا مازال ما نعرف ماني قايل تشاير انخل هذا الواد والله زاد الدخل العاد ما هو واد يزيد التفقاد يسوى قد اللي واقع فيه وهذه الرياح اللي تتراد زاد عليه من اللي غليه غير راه بلد معهود ما هو ذا البلد عالم به لما كره فيه عود ما ولاي بعد يغل Thank you.
يقول سيدي يا له الدار للامير عبد الرحمن السويد احمد، يقول له عبد الرحمن للطلبه يعطيهم ماله بالطربه ولا يقبض للطلبه زغبه وحسان، يقول له عبد الرحمن منين يغيب اللي له له يختار يجيب، اسمع زين وشان وترهيب، واسمع زين وترهيب وشان، كانوا عنده قاع قريب قبل يغيب محصلهم كان، عبد الرحمن اهل الطلبة يعطيهم ماله بالطربة ولا يقبض للطلبة زغبة وحسان، مواسيه دكان ما يعرف يكسر الطلبة ولا يعرف يديان الحسان، وبلساني غالبني توصيف تصريف الرحمن في الإنسان غير اسكي بعد تصريف الرحمن في عبد الرحمن. معني تارك ذي الانواع ومعني ماني قد راعي المنجاع، وتارك من طاع متمالي صلحقني الملاص، ومعني عالم باللي ضاع من عمري والحقني نحراس، ومعني مظنوك ومرتاع شفت قويل منادم وخلاص، ينشف راسي الشفاع كاشح عنه من عند الراس، قطع قلبي غير اصله قاع قاطع قلبي من عند الراس. قولوا لعلي عن شين عليه عيبولي في الناس وشمتوا، وانا هو ماني ساميه نبغيه ونبغي صاحبته، وفطن تحلوف ويا الجواد بانه يقتلني ما مد عليه ولا منه مفاد، بي اللي روحي لازمته لا يقتلني الله زاد تقتلني ازد صاحبته. ملقى من تهل الشيخ الباق ونزاح على زر، لو فر غير الله تجبر الاخلاق منه قد انتفاه يقر، كل نهار يظل رياض بيني وياها ولفاض، والليل بعيد من التغراض الا نقعد هك على بر، والوعي لا حد وتقال توعود تم العين تزر، ولا يورا من الفاض متباعد وقليل وسر، ولا ولا يورا الاخال حس بالمرحان اخير. عود إلى ها 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 تفضل عود إلى لا بد ها شو ماسي يا قلباس تبعد لياسر نبغيك تصنت تبعد لياسر نبغيك تصنت أخير ترى برانا محيين من ذا المنبر الصحفي اللامع الأستاذ الحسن، شرفنا مولي. يلطف بي يوم ان اصبح فكير اللي بغرام، وشحد باش القياطين مطرح مازال يدفع قابل كلفة، تتخالف ديارة البلح في الزوال تقل الخلفة يطلع نو كبير مرح،
والناس في خبره مختلف، اللي يقول ان النو صلاح واللي يقول ان النو صفاء. عفوك يا عظيم الجاه مغلاه، وكيربان حفه ومعود غلاي، وملاي تشتد من اخبار نتف. يقول اسماعيل محمد يحضيه باطل، لا جيتي تتمشاي من قبل راسك تيم الشاي، الحزم والعطيب وتنشاي حزم اخر كيف تمد الشر. نسيتي ما نظفر خلاي قرنك متفرفر بعد مر، وضحكتي عاقب ذاك وفاي يحرق بي اللي قط ظفر، وتمرمر من عند ادم جاي والسما نظفر قرن اخر، وضحكك وتقاطيعك للطيش. شوفي ذا الليل ومحضر من البعر، والويل الحشيش والويل الحشيش والبعر. اسماعيل هو اللي يقول محلف في اللجنة عن حد جلجنا، ومحلف ما نجنا من مخلوق بنيتي، حالف دني نهنا ما نمرق تكيتي، غير قبيل في ملها واحدة فتنة وكيتي، اسمح لي قلت لها تيك حصيتي. واسماعيل هو اللي يقول طب الليعات ساعات فتجلجني، مرات مرات تاقت ومشات، مرة يا العقل الصة ضحكت من كيف انجات وتبلات اللصة، يعككنا المربات ويشنن المفصة، طم المطمات قاع عصة وعوصة، هي من تك في السن كادنا بمرصة، واللي طلصت السن اشبه الاطلس. ناقض من تحمد ما يرد، مسكينة ما هي كيف تحد وترضع غير الصبع، هذا ما فيه اللي يفقع لقال منادم من تحمد، ناقض مسكينة وترضع. خضت على دار اليوم أهلي القيوم، وشفت أقوم التيدوم المسهوي كان الدار محروق، وعاد حموم سبحانك يا القهار، ما هو تحرق أقوم ما هو فاهم أخو. تبدي والقطوطيات مطايا فيهم ذو الأيام، حكيت من أفهام الزرهات اللي تل طريق الأرجام، بانولي في العلبة خيمات، وظهر الشرقية من الخيام، فيها مجمع من العليات يتكلم ومقصر الكلام، لحقوني من وحدة كلمات، خبط التبسام مع الكلام، متيقن عني ذا المفات، من عمري لا هي فن التام، وفذني ذوك الكلمات وفي عيني ذاك التبسام. ليك تقول قولوا لعلي عن شين عليه، عيبوا لي في الناس وشمتوا، وانا هو ما نساميه، نبغي ونبغي صاحبته، وفطن تحلوف ويا الجواد، بانه يقتلني ما مقاد عليه ولا منه مفاد، بي اللي روحي لازمته ولا يقتلني، والله زاد تقتلني عزة صاحبته. اخوي هذي يدخل في باب الادب، ها؟ يدخل عن ودب هذا قد ينقال عن عرف ما ظهر لي انه شرع بعض والله ها يا سربا. اشحدت لين افترت نعرف عني، عزت ذي المرية وزهدت فيها يقطع بيها، ومقلل فيها عدت وعدت نجوليها، وحلفت بكل ايمان عني ما نبغيها، يا غير الناس تبان ما يدرك شي فيها، اشكطها ما يسالعيت لحد قبال، داير بيها ينقال بلا غاية فيها، غير مع ذيك الحال حد مرا يبغيها، سوى قد اللي قال لحد اخر. Thank you.
المرضية راه طويلة شوي، ما عندي هون طويلة شوي مولي، لكن إن شاء الله وقت آخر. ها؟ ثاني احنا وقتي هذا جو فيه ما يبغوا أهل ما يبغوا المراه. ها؟ اسمع. محمد يحيى؟ ماله؟ ايه الله يكرمك خير. حنان ما تنسي شد اخبارها وركاتية. ها ذاك المقام تخطيناه نزلت عن المولي. جماعة راك اللي انا فيها ما يلا. لا يفتى وما عليكم بالمدينة. شوق الرد وشوق التبسام قلعت من فرحة العام ماني اشتاقت لي تكلام حفول ولا تبسام قلعت الشوق مولي تام من زند عليه اللي يهول واللي خاطيه من الريام والله يكون الفضول وعلي انا بعد بالحرام ما هو في العرض ولا في الطول والما اقول فيها منصوف محني في يديها مسبول واللي يختار يشوف يشوف واللي يختار يقول يقول ايه الله خارجين ذوك الطلع ايش كيف سقع الناس اللي طلبت ما نحس بتعامل دولة طلعوا مش كم هخان لي نحكي لهم طلع مش كم هخان غير مودي نختار نقول لهم عني أنا اللقاء ما كنت محضر له ولذلك خارج توصل النصوص خاصة النصوص طويلة أنا ما غير ما عندي إيه ما نحاول كم كافيكم يا الناس من الحس وخديعة ولداد ملام سياسيين الدنكس وتزول وتفقد الإمامة والشيخ الفخامة بالعكس يتم الشيخ الفخامة كافيكم من روغان عناد من الدماج لا يتدقاد كافيكم من تلميع مراد الساسة والقاب القام الكذب بلا مفاد وزاد ما يورث كون الندام وتقاد الشماه ومتقاد عقوب وتفعلوا ملامة لا ترخوا الأعداء البلاد وأعداء الدولة الخزامة كافيكم الناس من الحس وخديعة ولداد ملامة سياسيين الدنكس وتزول وتفقد الإمامة والشيخ الفخامة بالعكس تم الشيخ الفخامة وتناتي للظلمة والنور الدرجة نوع من الغرور وتقادي القزر والقصور أهل بين الناس حشامة وتقادي معالي الأمور بالنواقص ما يطام ذاك لا كيف تقادي دور البخل ودور الشهامة وكيف تقادي دور في مديور الشجاعة والذمامة كافيكم يا الناس من الحس وخديعة ولداد ملامة سياسيين الدنكس وتزول وتفقد الإمامة والشيخ الفخامة بالعكس تم الشيخ الفخامة قلب تسلك راع في الوضاعة للساسة مغاسك راع وغلبها تلماع في منجاع معادي كذيب الهدامة بيها شين الدين وتقلاع ورفود حقوق اليتامى وتعامي عن شظاه رقاع مع انه عاقل يتعامى على حد قادي الاصراع فيه ويقبل فيه اللامة كافيكم الناس من الحس من رافد الاولاد والامنات ومن يظل يقسم ويبات من يضحك للضعف لجات من لاوي في الكرم عمامة من شاي الراس بكف سخات عامة
مما يتعامى عن فاصل ضعيف بحومات فخامة ذيك الحكامة، من لاقي في الجود الشمات، من لاقي في الغلو السام، كافيكم الناس من تحس وخدي عود زاد مدام، من عالم منكم الساسة، من عابد ربه بكياسة، من صالح منكم من واسش صالح كون فخامة، من قط جبر في السياسة منكم، وان شافت كرامة، من قط قطع في اليتواسة منكم بالهامة، وتسامة وتخلوا امور الحساسة ومرقها مرفوع الهام، كافيكم الناس من تحس وخدي عود داد مدام، السياسيين دنكس نسب الغزل ونسيب قاع ما ينصاب عنه لا هم من الحليد لا بد منه. لجنا ونقلت الغزل قبال والنسيب اللي ما هو قال، قلت له وبكيت على طلال جناون من متن الليعة وعليه ورهاد والاشكال، واللي جبت تقاطيع ولا تباقي عاقب القطاع، وانواع البدع الرفيع عشذاك ويكون التبراع، راني قايل له تبريع. من تلخر شف اللي يسبك كنت ما عندي عنها مسلفت غير قبيلي، منين جبرت من تلخر شي لا ينمشي، ضحكت لي ضحكة منها عدت من منته للخرشي محشي، قالت لي نمشي غير احرنت والهقمت نروغ مرشي، داير كاني ما نمشي هاك عنها قاع، وقالت لي شي وما زلت الا نضحك من ذاك اللي قالت لي من تلخرشي. نكفر اللي بتسيبي حطميم علي ذل منه فحزيم، واعطاني بنض من سديديم، ولا نكفر زاد بمسواك، وعقب توتالي الحليم فشي كان يقولوا لي هاك، وقت شفت التوتيه عليه وسمعت وقطعا مالي شاك، عدت انا اختير التوتيه عن ذاك وعن ذاك وعن ذاك. فاطمات يعني واضحة. أستاذ أحمد الإبراهيم، أستاذ أحمد لقط جاني لي مثلا طاري علي حالة جديدة، وجاني مجي بارد لقى علي شغلت وراني محييه من المنبر، وقال لي لا ينسكن يا كبار الناس معاك، ورا من الاحساس لنوب بفروغك لي حاس خوك الوحشه ما يحملها، وجايب لك نقره من الاغراس ما خلاك تستاهلها، واعرف عنك اعطيك العون يا كهل الحل، واطفلها عدت بلد للتبريك هون وبلد كنت اصلا قاعد. قلت له ساكن كنت انت قاع عليك تبارك الله، وعاطيك الخطم في الدار ماسيك من الاول قاع من اهله، والحس والاغلاس اصلا فيك طبيعه ماني جاهله، والتبريكه قاع اثرك كنت مخطيها لي اطفلها، الله عندك منها ما زدت شي ثاني قاع اثقل. قال لي ماني يا اخوي متفقد شذاك، هو يقدر ينعد ثقل اللي جيتك يوم الحد، ايام مبارك لك وله، وعنك ما نختير مبعد ما عندي في البعد الوله، طيت ايام تقل اخباري في الدار الا بواه له، واللي لا ينزل داري بواه سابق ينزل. قلت له ما اعطاك ايام من التبواه قدر من تكايسه، لله معناه وهذا معناه انك مالك بعد عجله، وتعرص دار على تنساه جيت تبوه، يعملها ما يمرقها حد بشجاه قبالي لفاز دخلها، وخرص لك حد معاك عناد تافل ويتك فيه غزلها، وخرص لك دار ام اللي زاد اخر ما ينزلها. ولن ذبيها ما نقدر كنت عاطيها، كنت بزر ومنين يجيها،
ما نختر يكون بعيد جوليها ومنين ننزل للعام بزر ولنده حي ينزل فيها عدت الخاطيها ذاك جدر قاعد وعندي وعليها عدت أنا مقهور ونبحر من حد نزل ما هو فيها وعطيت الولند ميثاق عن بلدة كامل خاطيها من البلاد الا فراق يكون بيني وبيني طرحت تقم ماطين وطرحت علب احمد الدين وسم في البال متين ونولكي وعلابه شت فيهم مسكين البال على الباب وحرث فيه الليعات زهزاوة في التراب وهذو هما طرحات مدانة وعلى هذا ابراهيم يقول بابا ولا الدار لبي خوف يقول له لحق لي جد بين يديك تقافي لعلي حويك مجلس شايف فيه بعينيك بابا عني سلمت علي واني متوحش صرت وذيك ملقاه لا نتخمن بيه على راه ودين عليك سابق الصنصن من وذني ومنين تفوت تراه قبال الصياب وتتسع الاحوال لحق له عنه ذاك القال في البوتيق اني متنقلي نواسا وقوال الشما ولا يواسي في البوتيق وذاك المنوال تخمام ومازال مجولي سنتي بطشات قلال وعدوا بيه منين سنتي ما احضر فيه براس المال ولا ولاي بالشغله فيه احضر بين ما وشقال متخومي عن ذاك ونزيه عن ذاك بالاقوال والافعال وفطن ما نعرف شو مخومي عن ذاك وقلت الاقتصاد والمال اللي فيه وديه مسكين لا ما يوفزاد يروسي خليه يروس قال له لحق لي زاد انا حد مستقبل لبي اني بعد سلمت عليه ولا لي لعد ملقاه وعني من مشيه بي تحاش وما نرق هذا لا لحقت لبيه لحق له لو اخر واعجل بيه عليه ولا يقتل عنه ذاك اللي بيرسل في البوتيك وخبرة سنتيه ذاك الدور اخباره تنعل لغضي نختار العس عليه لا عون ولا بعت البل واني ماني شقال نجي الا ماني لا ينبخل كوني نزيد صح له وتخويه ما رمحل الاقتصاد لا شي يعطيه مولانا للعبد ولزل لحق له عني متنقليه تل بلابي ووقتي تل بلابي نعود بلابي وتروسي العاد اللي زين يقدر يجبر حد يخليه روسي لا فاتي لين روسا وخليه روسي أشبه في منادم ما يثقال فيه الليل ومن هم وقال ويتم يقدر عن الأفعال ما هم لو ينسبهم لله ولا يتكل في الرزق علم ما الفيد وقبل يدير وفقفاه راعي ذا نجبيت جمال وغنم زاد الحمد لله ذو الأيام على السينقال داير بيهم تطراق راه وراعين راجع بالحال اللي بيهم شي تمد فرد طلع قال لك انا بسمعه وبيك يحكي وهنا جيتم بخطاطين ايه ما نحكي شيك طلعة تقول البارح فخري ما تحي مد بالذات اخلق شي تنعاث على وزن نفسيني زرقوا فيه وقيات عيل عن يميني وزرقت انا مرات على مريم عيني يجي للي نختير راجل من مين يتير يجعلو فيها خير والبوليس مساكين والجيش ضرب كثير واهل دوان محقين وانا بيا الارهاص والوجد متنا العين عتنجيم جي خاص وابا عني
ويلين بيا قلت الاخلاص والمعوض. تتبسم ذاك سبت الكتيل يا مسي العقل بذيك الحيل بيه الخزي الدور تشيل البال بذيك التبسيمة وهذا قاعد لا كيف قبيل وقفتها قدام الخيم يوقي بخليطة يا المليك راهي ساحل المليطة ذيك ويا مرة لاهي تجلج بيك قولت يوقي بيك خليطة ساحل المليطة يوقي بيك خليطة ساحل المليطة السكر يدقدق بالكاس كان الفوق ولا فيها باس والدقديق السكر بلماس من خوف يقول السكر كر اللي كر تجيب الناس كر تجيب السكاك كر واللي ويلو حد بسكره لا بدالو يوم ينكر سكره ويلا قام ونكر لا بدالو ينكر كر احمد دول لباه من هوناتي ممشاه موادع ندماه عندي بعد على اليم بالوار تعداه وعليه لما سلم وقاد ذاك الشاع انه جابوا له فم شات العيد لقاع ما لاحقت له وقال طلعت ايش؟ ناس الداهي هذيك البير تخطيناها من ناس الداهي ذو التنوب الماضي اللي اتسمع في واحدة ما اتسمع اشوي كنت البضان تجيك تلهيك القطن قال عليك تحكيها عليك ولا ناسيك حد يجيك نحبابك كان وبلاك الزوان تماسيك وعليك تبكر بالزوان وتبان الدنيا قلت فيك الدنيا محل النقصان وبلمان وقلتها فيك ليك صبرها لا فيك تبان واللي فيك من الغيظ اسكت عدت في نوبة مقطوع لسان خوفي بان تساهي عدت اسكت لا تبكي لا تشي نكفر لي وزير بلو صاي من لو صاي تنبخ الصاي متخصص في المهنة لو صاي والكاتب وقع والوزير وانا ماني صايع للصاي ولا عندي قارب فاش ندير لكن تنظن ذا وجيب كل احترام وتقدير عن شي وقع وزير عليه والمدير بيه جدير وقع والكاتب وقع فيما يخلق صل فرنسية ما اعرف لا دبا عندك شيء لا دبا عندك طلع خداجة انت خداجة قول الخداجة من تداه عني من شرق عملت له عيني في قفاية من تلاه اخلاقي بيها والتحجال واني ذليلي عنها ما هنيت على حيلة من الأحوال واني ماني مولة تنباه تليتي فتوني لجبال وقول الخداجة حق الله عنا ملقانا ذاك قبال في خيامة الحرم تطلع عني ذاك وعادي قالوا لك عن يخطر بطرون عليك ويصرف في المليون العاشر ويبيع الكرتون في التليفون وحسبي وانا اللي منك ممكون مالي بطرون ولا نية وفاصل بيه لحقتك هون دعاري من نوي هتحكي قطاع وجه الدار مع وجهه سبحان الله محمد جفر
اسمه محمد القصر وهو اللي يقول يا مزداري بالغان حياتك اللي شكيت انه مات من تلياعي فيها ومحات من الاخلاق اللي خاطيها تلفت عليها مرات كيف اللي ناسي شي فيها وعقبت منين بعيد بقات ومن بيت تلفت عليها تلفيت مني ما خلات فضله لا هنا كره بيها الله نبغي ذا اللي موجود تلف الدنيا خاطيها ما تلخالق لين نعود نكرهها الله نبغي إيش مشانا وإيش قعدنا أنا وإنت هون وحدنا العقل على دار في مدنة قبل الساحل واد حنينة ضحكة كان قعدنا عدنا وإذا كان مشينا شينا ما فت أنا وإنت الاثنين بكينا حتى وشكينا وتمثنينا في الدار لين من حق الدار تنجي شوف نود أحمد يورك هم؟ هاي طلع على محمد؟ هاي مرزو والله تدبار ها؟ طلع على لا طلع على اللي بويله هيك ها اسمع اسمع واحد يزيد علينا دغره ثاني ايه ايوه هيك حكيتها قبل علها حدك صار لي الدهر قطار الدمع على دار مبطعر حق ذاك علم مثلي عار يقدر يكسر حد تواسيه غير قطار الدمع على دار مبطار بلا غرضي بالحق انا متفقد شي فم معي تنراهب وديه ويتم الدمع لا يمشي ما وقع انا يمشي ما تمشي لدار بعيربات اخلات من الحيات لدار مقيرنات اخلات من الحية عادل وكر ديارات وزوير الدنبية كي اصل اخلات من الحية هي والذرذة صدر الواد ومن الملودية بست وعقوبة زاد الدنيا نعود غناين قال ما نضيك ما نمانيش ايه حبك الله خيرها لا بد شارك البيت وهاي وهاي لا بد وهاي قاعد هون لا بد انا مشي من الادب تحياتكم كاملين صحة في شخصية الوطنية راني شرف من التحق بالناس الكبار ومشاركتي لا تعود طلع من الادب الزرايق ايوه هذا الشعر اللي قاله الشعر الساخر ومستعد اللي يصير يتم القفعلية ايوه تقول بعض الروايات تقول بعض الروايات عن الادب انه تهريب للنفوس غير ملي رجال الشعر الساخر وادب الزرايقه ما ينصاب عن الناس ياكم الجديات حتى ما وزي لا بد من قهقها ولا بد من اسمه انا في المجال قضيت حكيت شي من ادب الزرايقه في تنويش وعن الغزل وسجلوني بعد ماني داسر عليكم نقول فيها القصيدة تحت عنوان ديك سقط في مرجل مليء بالماء الحار عن ذكرياتنا وسحر الهواء وعن أريش الحب في المساء هنالك في تنويش هك بعيد سولتني وكان بين يديها جيرة لونها كلون الحلاء خرصتني وكانت سليا يطيح بعضها في الإناء ذكرتني الغداء على شيء فيه وحز في كرشي وكنت بائتا في الخلاء فقلت أنا بيت فقلت يا بنت الأجاويد اشربي نخبك وخضي لنا زريقة من سليائي ولتكن إن تشائي كقضى النشاء ولم يبقى إلا جيبها بعض سكر بالشراء شحتتني وقالت لي أعطيني 200 أوقياتي قروضت يدي في لبيناتي وأعطيتها 200 أوقياتي لما مرت تجيب السكر من بوتيك هك بعيد وتخطيت البرقة وأنا قاطع زيرة لأجيب لها السكر بغيغائي وإذا بديك جارهم وجاء يجري مقوقيا قوق 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 واضعا كراعه
على طابلة فوقها الجير في الهي الشائي، فتدفق الزريق بحارا وسار كل مأمل بالهباء، فما جد دموعي وتفاجئت من شدة الحزن على زريقة السليا فالبكاء. ها قالوا أدب البلاوي داكش كيفو طيب من النموذج البلاوي قطيت من تراك نرجعوا للناس الكبار نرجعوا للناس الكبار ساكن بسكو راي عبد الله معنا راني خط مع الناس وفي التقراض هذه يقول هناك إبداع أجدر التقلاب ما عندي صواب قد اليوحة ولا صاب حد لا ولا صاح عندي من الحجاب عوداني الفتاح قاعد عندي مختار جميع السباح أحسن من اليوحة كيف ما عجبتك بالدراسة ما عجرقا شي لا جاب وقت وما يولا انا نساي قلت عني عدت فيا ما حي الله قاعد انت اخي سيدي حكيت قبيلتي اطلع ضلع عبد الرحمن السويد احمد خاطر هيك نعاود لا طلع من البير ها الله الله سيدي هاي يقول عبد الرحمن منين يغيب اللي لهلو يختار يجيب اسمع زين وشان وترهيب اسمع زين وترهيب وشان كانوا عنده قاع قريب قبل يغيب محصلهم كان عبد الرحمن للطلبة يعطيهم ماله بالطربة ولا يقبض للطلبة زغب حسان ماسيه دكان ما يعرف يكسر الطلبة ولا يعرف يليان الحسن ولساني غالبني توصيف تصريف الرحمن في الإنسان غير اسكي بعد تصريف الرحمن في عبد الرحمن محمد مارق هالحبلين اختموا بطلع مديحية اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد مارق هالحبلين بغوه لاهي قدام وبيه المستوجبها عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الانبيين وإمام الرسل وجاب الدين وأخلاقه زينين ولا زين على ولاد بسلام وكون يحس وينعت الاثنين عزة محمد وكرام وبيه اللي جاب النور لين الكفر عمان ظلام ولكن جرح ما يمين قدام ومزين قدام وقضات ليالي افتبين الحق وقضات ايام وعرفنا دين فصلنا بين حلاله وحرام والشفيع في آدميين يوم القيامة لقام ولكن لا محمد مزين وفي وقت الشدة تبرام ومعناها بعد المسلمين على بغي وما يتام محمد مارق هالحفي نبغوه لا قدام وبيه المستوجب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال نحيي الجميع حياكم الله